مشاهدينا مساء الخير واهلا بحضراتكم. اتحدث الى حضراتكم من عروس البحر المتوسط بمحافظه الاسكندريه. جئنا لمتابعه الجوله التفقديه التي تقوم بها معالي وزيره الصحه الدكتوره هاله زايد في اطار الجولات شبه يوميه، ليس فقط في مستشفيات القاهره ولكن في عدد من المحافظات المصريه، للتاكد وللوقوف على اخر التطورات والخدمه الصحيه المقدمه للمواطنين المصابين بفيروس كورونا. معي الآن في هذه المقابلة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، معنا عبر شاشات إكسترا نيوز. مساء الخير يا دكتور، أهلا وسهلا. مساء الخير يا إبراهيم، أهلا بك. دكتور، تسمحي لي نبدأ بالخبر اللي ربما كان مصدر طمأنينة لكثير جدا من المواطنين بالأمس، حينما حضرتك أعلنتي نجاح تجربة العلاج ببلازما الدم للمصابين بعد مرور طبعا عدد من الأيام. ماذا حققتم في هذا الملف دكتور تحديدا؟ الموضوع العلاج بالبلازما، بناخد بلازما المتعافين بعد مرور 14 يوم بمواصفات معينة، وبنحقنها للمرضى الحالات الحرجة بس برضو بمواصفات معينة، يعني يفضل ان هو ما يكونش وصل لمرحلة التنفس الصناعي. والحقيقة العالم كله مش بس مصر شهد نجاح كبير جدا للتجربة الغالية دي. انا بعتبرها غالية لانها من انسان لانسان، انسان تعافى وبيتسبب في تعافي البلازما من فرد، ممكن تعافي عديد من الأفراد المرضى. فدي تجربة إنسانية غالية وناجحة جدا، شهدت في مصر نجاح كبير جدا، وأنقذوا المتعافين، أنقذوا حياة وأرواح كثير من المرضى اللي كانوا في حالات حرجة. فإحنا بندعو كل المتعافين بمواصفات معينة موجودة على موقع وزارة الصحة، يتوجهوا لمراكز خدمات نقل الدم في عواصم المحافظات ويتبرعوا بالبلازما لكل واحد بينقذ أرواح كثير من الحالات.